مستمعينا الكرام على الشهادة FM الغاديو بوزيتيف كنرحبوا بكم البرنامج البطولة من 2 الجمعة 3:30 تحية لكم وجمعة مباركة وتحية للكابتن فخر الدين رشحي. أهلا وسهلا. تحية لك أخ منير وتحية جميع الصديقين وصديقات البرنامج. جمعة مباركة على جميع المسلمين. شحال هذه ما سولتك على داك الشيء ديالاش واش كان داك الشيء؟ والله العظيم بعدنا على المنافسة تحنا تحنا كنديروا التضوير نهار الجمعة. غابر منير غابر كاين شي سواء مناسباتي كاين اللي كنقول لك انا دائما عنده لا هذيك جزء من من الصلاة من بعد الصلاة ولكن جزء من الجمعة. جزء من الجمعة. الله يجيب لينا في شي قصعة فين يغبر جوعنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولك دابا يجيبوها لك. مرحبا. كاينين الناس مؤمنين كاع ما تخاف يديرها في كفر وتمشي بها كيجري. مرحبا. تجي انت انا وسترد. راه عمر وقعت لك مثلا ليدام ليدام عمر ما وقعت لك كنت انت ما معول على حتى شي واحد كاع ما كاينش حتى كتخرج حتى كيتكب عليك الخير ديال سيدي ربي. ودي تاع ما كتبغيش ما دير معلقه وتمشي حدا الزوامع لا بدا ما تلقاها غا دور ودير تدوير دير معلقه دير معلقه في جيبك وبقى الدور تلقاها لا بدا ما تلقاها هادي بالخضره هادي بلا خضره داري تحية العبدو جرب جرب امون غادي ندير هاد القضية هادي ان شاء الله طلع هاد الجامع ديال السعود هنا فوق راه كيكون داكشي زوين راه فين ما مشيتي لا لا تما كيكون عاوتاني كسكسو بزبيبو يا سلام الدجاج وداكشي تحية لمسلم طلعتي الحياة الشامية تلقى فيه الخضرة العظامة والله إلى العظامة تحية وهز مع قرعة ديال البلول واعر هذه بوحدة خصها معسكر هذه القضية معلقة معلقة صغيرة وتعرف فين تمشي الله ودي تقول ودي لو بلون عندي اليوم غنمشي هنا وغندير هنا اكيد مشكل على اين المخرجة تحية لأمين ويشو شوف تحية لرشيد الودادي وتحية لأمين ويشو الرجاوي وتحية لعبدو بين قوسين الرالي الرالي تكلم لا تكلم لا 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 هضرنا على واحد لا واحد هي اصحاب الفار لا قال لك تاهو الوداد حسام وسيمو حسام الرجاوي وسيمو الودادي حنا راه عندنا صافي ما كاينش نمزح قاد لا عبدو الرالي خليك مع الطونوبيلات خليك تحيه للمستمعين الكرام وتحيه لمشاهدينا على صفحه الفيسبوك بغيت نبدا معك بوليداتنا اللي في الخارج لاعبين الدوليين السابقين وداك الشيء احمد القنطاري مدرب مساعد فالونسيان مزيان اونسيان جوور اونسيان جوور يلا حبس في 2019 مزيان وشنو فات منير المشكل اللي كاين هو انه راه غير حنا اللي بقات عندنا واحد الفكره معينه عرفت كتمشي ليا بيان سور لانه ضعنا بزاف ضيعنا بزاف ديال الوقت حنا وضعوا بزاف ديال الدراري وضعوا بزاف ديال الدراري بقات ديما ديك الفكره ديال واحد الانسان باقي صغير هذا ما عندهمش هاد القضيه انت شتي دابا دي زيكيب واخدينهم دي جون زونترينور شحال عندهم العام موني كاين اللي في الثلاثينات كاين اللي في الاربعينات 28 ans ديجا كتلقى خدام الا كان حبس الكره وهذا كيمشي يدير التكوين غير هما موني الفرق اللي عندهم هو في الممارسه ديالو وهو داخل في اطار التكوين كتساعدهم بزاف موني دابا تيكرو انت في فرنسا تبارك الله وسلام لي سونتر دو فورماسيون داكشي كثير ملي كتكون في موناكو ولا كتكون في اوكسير ولا ديجا كتبريباري راسك ديجا موني ممكن ما يسمع شوف ما يعطيكش خاطرك على انك ما تكون شي ولو ما يكونش عندك الفكر على انك بغيتي دير مدرب مستقبلا هذاك التكوين تيعاونك على بزاف ديال المسائل وكانك بحال كتقول خاصني نكور ندير بحال هذوك الناس كيدوزوا دابا البيرمي ديال دو كوندوير ديال سميتو رخصه السياقه لا ميكانيك ضروري منها وي حنا ما عندناش للاسف دابا في فرنسا وداك الشيء لا ميكانيك جزء من رخصه السياقه خصك انت تعرف هذا وراه هكا دابا هما في القضيه ديال الكره منير كيقول لك انا غادي نمشي نتكون وديك الساعه بغيت ندير التدريب غادي نديرو ما بغيتش ما نديروش وكاين واحد اخر اللي هو جمال علاوي لاني مدرب ديال فريق في لا ناسيونال 2 جمال ديالنا جمال اللي كان عندنا في الوداد سي بيان من بعد نهايه التجربه مع المنتخبات الوطنيه ما كناش من تجربه ما دار لا تجربه لا عاد جوا مع مع كامل الاسف ما تعطاتوش انا بحال هذوك لي جون امونير تنبغيهم يتحاموا على فرقه انت كنتي كتقول دابا مؤخرا لماذا لم يتم بعد يعني تعيين انا كنت انا كنعرف سميتو بصح نيت محترف انا كل في انا عطيت ثلاثه ديال الدراري كذب عليك انا حتى واحد ما صاحبي ولكن الوقيته اللي كنت عيطتي واحد الوقيته كنت كتسمع العليوي تسمع قادوري تسمع هذا والله تنعطي الدراري نعطيهم دي جو
واللي دازوا في المنتخبات بيان سور غنعطيهم دي جون ونتحاسب معاهم ونتحاسب معاهم نعطيهم دي جون ونتحاسب معاهم ودراري تبارك الله نقيين لعبوا الكره وغادي تبقى تشوف كيفاش الدراري غادي يخدموا ولكن مع كامل الاسف هما الدراري كيجيو وكيمشيو وادوا واحد الوقيته تا هو لا ميم شوز كنتي تقدر تشوفوا هاد هاد الباساج اللي دوز في وجده بقى فيا صراحه بقى فيا بزاف لانه تقيدات عليه شي حاجه وانا ما كنظنش انا ديما تنقولها ما ساعدتوش الظروف شوف العقليه ديال واحد المحترف والتربيه اللي تربى ماشي غير هو واحد عدد كبير ديال الدراري اللي ترباو في اوروبا صعيب تادابط عليك هنا الى جا هنا ما تنظنش مونير يقدر يصبر غادي يصبر 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 ومن بعد غادي انفجر بحال اللي وقع سميتو الوادو كنا كنتصلوا به كان فرحان مسكين فرحان لي زونترينمون تيدير كي من عنده كاع واحد الوقيته باش كيساعد وكيدير ولكن اون فان كونت ما كتقدرش وعلى اي بالتوفيق للاعبين الدوليين المغاربه سواء اللي باقي كيمارسوا او اللاعبين السابقين اللي دخلوا مجال التدريب في الديار الاوروبيه انا ما كرهتش نبقاو غاديين تنشوفوا دي زونترينور في لا ليغ 1 في بطوله ديال الدرجه الاولى غاتشوفهم ان شاء الله لان الفرص كيتعطاو تما فهذا ما نتمناه بالنسبه للاعبين الدوليين المغاربه تحيه لمشاهدينا على صفحه الفيسبوك شكرا لكم يا رشيد الودادي كاين واحد الكونت بعدا سميتو فخر الدين رجحي واحد دخل بتصويرتك بسميت فخر الدين رجحي يا اخويا وكاتب شنو احساس فخر الدين الى الوداد تقصات الوداد ما تقصاتش بعدا فخر الدين رجحي هذا اللي داير هذا السميه هذا خصك تعرف يا والدي الا كنت باقي الا كتسمعني الا كنت باقي صاوي عزيز عليك والديك هذا الشيء اللي كدير راه غير قانوني باش سي فري بصح الله يجازيك بخير حيد عليك هذا اللعب هذا راه لعب لعب خايب وغيبقاو فينا والديك الا كانوا لا كنتي كتبغيهم ولا كيبغيوك ولا مازال ناويين فيك ان شاء الله شي مشروع ديال شي شاب ولا شي راجل ولا شي مواطن. عزيز جوهري تحيه طيبه. ما خصوش يدير سميتو. حنا انا علمت. مزيانين صحتيه. وغير لا حيت مزيانين صحتيه. عزيز جوهري تحيه طيبه. الناس اللي غادي يجيبون لنا الا كان هاد هذا الشيء اصلا هذا الكونت محرك ولا شي حاجه. القانون. لا اذا كان محرك منير هذا راه كي قلتي انت ب ها هو بتصويره بسميه. هذا ما عندك ما تحتاج والو هذا. واخا. تحية طيبة من كندا عزيز جوهري الله يبارك فيك خويا سي عزيز بارك الله شكرا جزيلا رشيد الودادي يا ربي غدا يتعلم البنزرتي من مباراة الذهاب وما يعلم علينا ذاك العلم ديالو ان شاء الله كاليفي غادي نهضروا على مباراة الوداد ان شاء الله مع فريق كايزر شيف سي محمد العمراني راه عندنا اشخاص ومارسوا مثقفين منهم الكثير وداخل الوطن ولكن الخوطة ديالهم مختلفة راه واحد منهم حداك ايوا حنا خويا راه ما عندنا ما ندير مالك وشوف هذه راه ضريبة كتأدى ما عندك ما دير أموني رفيق ابو عينان خويا التعليق ديالك ما عرفتش شنو بغيتي تقصد به ولكن غنقراه زريده ومذكوره ابناء مدرسه الاهرام زريده ماشي ابن مدرسه الاهرام العب في سميتو ومذكور ماشي ابن مدرسه الاهرام هادو واحد كاتيجوري معين ولاد حي المحمد وحي عادل والجمعيات اللي كتمارس تما باش لا حيت الاخ رفيق ابو عينان بالنفس الودادي بغيتي تكلاشي شي واحد ما كاين مول انا نعطي غير ولد الماس دور في ليبيا مالونغو الكونغو الوردي تطوان وردي ماشي ولد تطوان صح حسي مكعازي ولد تطوان جبيره الكوكب شاكير الجيش الملكي شاكير ولد كازا السعداوي ولد الوداد متولي ولد الوداد حفيظي ولد مشهد زيد اش نزيد نقوم الكونغو بولهرود الفتح رحيمي ولد نجم الشباب رحيمي ولد زيادة وخلوق في تيران الوزيف. السي رفيق أبو عينان صافي تحية لك. أودي عارف شكون هو باه؟ يمكن ما عرفش. قيل. زيادة وخلوق راه. زيادة وخلوق في تيران هو. أزول سي منير ماني كان تقيت كابتن فخر الدين رشيد يوسا حسنية. شكرا لك خويا بارك الله. رشيد أزرار علاش ما درتيش شي فريق في الفيض السي منير وتكون انت الرئيس كاين شي دعم الشهادة الفيض هي الجماعة ديالنا اللي كاينة في تارودان في النواحي راه منظمين نيت ونمشيو منظمين نيت ساكن واحد التورنوا تما وناس كيتقاتلوا على هذا الحال كيعجبوني هذوك الناس والله العظيم بأبسط الإمكانيات مهمة نجيبها سي عادل الجواري أنا نجيبها لكم صباح خضاري مرحبا سي عادل الله يحفظك فتحية المشاهدين على صفحة الفيسبوك شكرا لكم فخر الدين ناخذ واحد الوقيت بغيت نناقش معك غير كوب دوروب ما ندخل لماتش الوداد مرحبا البارح شفت واحد النقاش جميل عجبني الناس خداو ذاك الموضوع ديال ان كريستيانو رونالدو هداف ديال
هدف ديال المنتخبات 109 وداك الشيء وكيناقشوا اما احسن شنو اللي ممكن نحسبوا ليه واش الاهداف اللي ماركا مع لا سيليكسيون ولا دوك الاهداف اللي ماركا في لا تشامبيونز ليغ توا وصل لواحد الرقم كثير هنا هي التتويج اللي عنده اكثر قيمه ولا لو تيتر اللي عنده اكثر قيمه واش الاهداف اللي ماركا في لا تشامبيونز ليغ ولا الاهداف اللي ماركا في المنتخبات فالنقاش توزع بين جوج ديال الاراء غادي يكون مقسم كاين اللي كيقول لك اودي ديال المنتخب قال لك الفريق اللي بغيتي ولكن مع لا سيليكسيون كتكون حاجه اخرى دابا مارادونا الله يرحمه مع ميسي مع ميسي راي اخر كيقول لها ودي في لا تشامبيونز ليغ راك كتلعب ديجا بعدا خصك تكون فريق كبير باش تلعب لا تشامبيونز ليغ وكتلعب مع فرق كبيره خصك توصل لواحد المستوى توصل لواحد المستوى اما مع ولا فينال اما مع المنتخبات تقدر في لي ماتش اميكو تماركي بزاف تقدر مع اوندورا سامارا داك الشيء تماركي بزاف هنا كيجي هذا النقاش بعدا مزيان كيوضحوا تيوضحوا تيعطوك الاراء وانا قلتها لي انا شي انا تهضر معايا موني قبل قلت لك غادي يكون قسم لانه كل واحد كيفاش غادي يشوفها ولكن كتبقى دائما منير اللي كيحقق شي حاجه مع المنتخب جبدنا واحد المثال البارح ديال ليفاندوفسكي واش شتي الفرحه ديالو كيفاش كيعبر عليها انا نعطيك واحد المثال ديال حي دابا واقع دابا كافاني اديسون كافاني مع الاوروغواي سجل البارح شحال هذه مشيت ديك الفرحه ديالو باقي لا منير دابا اللي خصنا نهضروا عليه هو العقليه ديال هاد الناس دابا كافاني ما كيمشيش لوروغواي كواحد العنصر لعب في لا سيليكسيون وغادي لهم بالسميه وكتوقع عندنا حنا بزاف ديال هما كيمشيو على اساس كيدافعوا على الدرابو كيدافعوا على الاسم ديالو المنتخب ديالو وعلى الاسم ديالو هو وتيقول هو انا الا مشيت مع ديك المجموعه هو اللي كونسيون وعارف اش كيقول لك انا بالنسبه لي الا دخلت مع هادو الصحافه لا الداخليه ولا الخارجيه ما كاينش اللي ما غيكتبش على كافاني وغيطلب منه المستحيل منير في المنتخب كيطلب منه لانه انت سميت كافاني ملي كتجي انت وكافاني وسواريز عندك مسؤوليه في المنتخب مسؤوليه في المنتخب الا ما بينتيش ولو ما يكونش عندك منتخب قوي كتحمل مسؤوليه تيقول لك ما مالغري داكشي بحال اللي وقع مسكين ليفاندوفسكي دخل مع لابولون وانا قلت لك البارح كيتمحل معاه عكس يلعب مع منتخب اخر غادي يبرز هذا هو الفرق اللي كاين انا الفرق اللي عطيتك هو انا قلت لي رونالدو رونالدو دابا كيمشي يا منير كيضرب في لا سيليكسيون كيسجل الطريقه ديال الفرحه التعبير ديالو كابيتان لانه لعب مع ريال مدريد ولعب مع لا جيفونتيس ولكن ذاك الدرابو ديال البرتغال غادي يبقى ليه هو بالنسبه ليه لا كوب دوروب والفوز بها والمشاركه في كوب دي مون والمشاركه وهذاك الشيء عنده واحد طعم اخر احساس من نوع اخر مونا هذا هو الفرق اللي كاين ميسي دابا شحال مره مع برشلونه لي ريكور كل شيء عنده ديال الاهداف لي تيتر اللي عنده مع برشلونه ولكن ما عندوش تيتر مع الارجنتين اشاك فوا كيمشي للارجنتين كل شيء كينزل عليه بهذاك يقول لك ديما ما درتي كل شيء علاش الارجنتين علاش دابا غيبقى ديما المرحوم غيبقى هو عندهم لانه جاب لهم بعدا لا كوب دي موند في واحد الوقت اللي من الصعب منير جيب كوب دي موند شتي ملي كنا كنقولوا حنا جابها بوحدو راه جابها بوحدو 86 شتي ملي شي هاد القضيه ما بقاتش دابا واقيله تقدر ما ديرهاش بوحدك ما تقدرش تعاون لان الفرق كلهم ولاو كيضاربوا كيديروا هو في ديك الوقيته جابها علاش بحال كتقول انت دير كوموند وهو موراه هو اللي كيدير لا ديفيرونس هادي فكرتني بحال واحد السؤال كنسولو الصديق والاعلامي الله يجازيه بخير سي يونس خراشي سولو سعيد عويطه قال لي شنو اهم حاجه عندك في المسيره قال لي لا ميداي اولمبيك قال لي دير اللي درتي في بطولات العالم كله لا ميداي اولمبيك عندها قيمه بوحدها عندها قيمه بوحدها منير كذلك كاينه منير محافل درجات محافل هي درجات المحافل كاين الداخل شويه كتطلع كتخرج اوروبيا ولا شي حاجه ولكن كتبقى هذه اللي قلتي انت اولمبيك كتبقى شي حاجه شي حاجه بوها دابا انا ديرنيرمون كنشوف شي لقطات منير ديال لي زاني بلون ونوار كتشوف الناس كيفاش كانت كتجري وكيفاش واحد الفصاله والاقميص مسكري لابسين وداك الشيء كتشوف الناس الله يرحم عبد السلام الرادي الله يرحمه اللي جرى مسكين شتي حفيان 1960 ناس قاومات شو كون جا دابا الرادي وذلك الميداليه الذهبيه دابا دا مسكين انا وحاسيه ديك الساعه ويكون ارشي ملياردير دابا بيان سير يكون ارشي ملياردير لان غادي يتبعوك كل شيء غادي يجي عندك تغيرات الامور منير دابا الرياضه اليوم
بحال كتقول لي اصبحت جزء لا يتجزا من سياسيا وحتى سميتو يعني ما دخلاش غف. كان واحد الوقيته انت كتلعب الكره شكون اللي دافك؟ ما كاينش كاع اللي دافك. الناس كتلعب في الزناقي وكتلعب في التيرانات وتيرانات. دابا وليتي متابع. اي دابا راه الا دخلتي ودرتي هذا راه كلشي كيتبعك. صراحه بغيت ندخل معاك للمباراه ديال الوداد وجنوب افريقيا ولكن نخليو لها وقيت ديالها. كاين عندنا الوقيت واحد الموضوع حتى هو مثير. شنو هو منى؟ في نفس هذا النقاش اللي ناقش معاك. سمحوا لنا المستمعين الكرام نبقاو غير في اوروبا غير شويه النقاش. البارحه سيدي موضوع ديال واحد البلاطو ديال اسكو لو 4-2-3-1 ديال ديدي ديشون واش غتسلكنا ولا ما غتسلكناش؟ يوم ماشي اول مره. لا البارح صافي كتفاجئني. لا ومنير شوف لاكوب دي موند والبارح شوف منير في لاكوب دي موند البارح فخر الدين قالوا لهم راه هذه وصلت لا ليميت ديالها. شوف البارح انت غنبدلو انت كتقول البارح ديشون دوبوي يعني لاكوب دي موند ومنير كان معانا هو كيمشيو لي بلاطو وتيجلسوا مالغري لا فيكتوار ما غير مقنع منتخب فرنسي. يمكن البارح انت بحال كتقول انت وصلوا لهذوك المحللين قال لك بانه صافي خاصك تغيرها لانه يمكن منير انا انت كتقولها فراقي ولا عارفين علاش غنمشي معك انا نغامر معك دي مومون انت اللي كتخلي لي. شوف دابا انا عارف فخر الدين وبغيت نلعب مع فرنسا. اول حاجه غادي نبقى نهضر مع ليكيب ديالي خصني نبازي على واحد اللعابه اللي غادي يقدروا يديروا ديفيرونس اي لحظه. شكون هما بالنسبه لي؟ مبابي بنزيما غريزمان صافي ما عليناش شويه كنقول اميليو تيرا اللي فيه بوغبا فيه نقولو كونتي كولو كونتي وفيه هذا ولكن ودوك الدراري اللي كيجيو بار ديريير انا رير دروا انا رير غوش بافارا دروات سيرتو صافي. اما من غير هادشي مولي راه دابا اللعب ولا كيبان شي مع البرتغال راكم هذاك البينالتي في طومور انا كنظن بان البرتغال في دوزامات تقدر تزيد لان الكونسيرفاسيون دو بال كانت عند البرتغال اكثر ولكن كيبقى دابا هادشي كولي تنقول لك على حساب اش غدير؟ لا طونك كيرتاح كيربح. انا نقدر نتنبا لي واحد القضيه مع لا سويس راه حيت الطريق راه قال واق ها واش شتي راه قال لي واحد ها انت منير علاش علاش لا سويس غتخلي لك لابار علاش علاش ها حنا ويقول لي اسكوني كابابل دو كونستخويغ. شوف منير عندك قلت لك لا سويس غيجيني انا ماتش في لا هونغري هاك وكنت قلتها لك انا قلت لك فرنسا فيما غتلعب مع ان ادفيرسير اللي شويه اللي او دوسو دو سميتو ديال لي نورم راه غادي يكون يخلق لها مشكل. رفيق ابو عنين قال لك خويا منير قول لفخر الدين راه سلم عليك مصطفى مسلم الله ودي فين شافو تحياتا قال لك سلم عليك مصطفى حيت خليته في فرنسا مصطفى تحيه مصطفى مسلم توحشنا دابا نجيبوه معنا هنا ان شاء الله ان شاء الله. انا بغيت نسول على الله يجاوبني واش كاين هنا ما عرفتش انا خليته في فرنسا. سي رفيق جاوب اخويا اليوفا قررت بلغي تلغى الهدف هضرنا عليه البارح السي هشام وتقديم ديما رجاء سي محمد الشهيبه الرياضه المغربيه تراجعت بزاف كنا كنشجعوا العناوي ارازي فينا هما لاعبي التنس دابا خيرا خيرا بزاف خويا منير علاش ما مشاش المدن معاهم جنوب افريقيا كورونا الله يشافيه المدن خويا منير الرادي فاز ميداليه في الضياء باردون سي في الضياء 1960 يعطيك الصحه السلام الرادي الله يرحمه. خويا منير علاش المدن جاوبتك السي ايوب السي بوبكر معلي السلام ما عرفتش اخويا صيفط لنا اليان واخا تنشوفوا سي بيني رضا الاوروغواي المدرب العكاز وقاضي الغرض مع سواريز وكافاني بغيت نسول فخر الدين اش بان لك في التحكيم ديال البارح بين الرجاء والجديده واش مالونغو خصو حتى يطيروا ليه رجليه حيت صفروا على ضربه جزاء. غادي نهضروا على مباراه السي سعيد بن ياسي سفيان مفتاح الله يرحمه ولدي ما بغيتش ندخل عاوتاني هذا ولد هنا هذا ولد هنا هذا ولد هنا لا بارك وبارك وبارك حيت شوف كاينه معلومات ارضي عليك لا نبقاو لا منير ما تطولوش في هذا الشيء ما نطولوش في هذا الشيء مضحك غير صافي سي توفيق الله يرحم الوالدين الله يسامح الله يسامح صافي بقاو شنو الراي ديالك الا دخل امين فرحان في مكان ابو الفتح بسام الوردي ملي نتكلموا على مباراه الوداد نهضروا على هذه الاشياء هذه خويا منير سول لي فخر الدين هذا ايوب واش كاين شي رئيس في العالم كل ميركاتو كيجيب فرقه على قدها في الميركاتو الشتوي في الميركاتو الصيفي واش كاين شي رئيس في العالم كاين رئيس انا كنعرفه دار هذا الشيء هي في الحقيقه كو كانت يعني انا عرفت ايوب كيسول على الرقم عرفت 11 ولا 12 كاينه دارت هذا العام كاينه دارت هذا العام دارت كيفاش
دارت لا ما نبقاوش نعاودو مولي نفس سميتو اسمح لي درنا فوضى على هادشي تكلمنا عليه بزاف تكلمنا عليه ماشي مره ماشي مره ماشي جوج نتمناو حنا كي قلتي انت فالتغيير اللي غيوقع دابا واتي ديال الكاف وهذا نشوفوا الامور كي غادي تكون. سعيد الدار من سيفيا ديما ديما رجا الله يحفظك السي سعيد بصير عبد اللطيف مجزرة حكيمية من حكام الفار الله يهديك شوف تنتكلموا على هذه المباراة هذه الله يجازيك بخير. قوم معنا مستمعينا الكرام ما تمشوش بعيد أنتم دائما في استماع لبرنامج البطولة على شادة FM تحية المستمعين الكرام وتحية لمشاهدينا على صفحة الفيسبوك شكرا لكم على المتابعة. ندخلوا لمباراة الوداد الرياضي وفريق كايزر تشيف بجنوب إفريقيا مباراة الإياب ديال الشامبيونز ليغ. ما عرفتش أنا واش كاين شي هضره اخرى مازال ممكن نناقشوا بها هذه المباراه لان كنظن الهدف واضح والهدف باين ماشي دابا كتدير النقاط على الحروف ما بقاش عندك شي حاجه اخرى. اليوم انا كنضرب انه اخر حصه اللي كتكون كتعتبر غير حصه اللي كتكون غير فهمتيني تمارين خفيف اليوم المباراة وكأنك بادية من اليوم بالنسبة لي أنا ماشي قبل لا أكثر كتبدأ اليوم هي بادية من قبل وي ولكن من اليوم دابا كي أبري هذيك لا سيونس دونترينمون كتبدا تبان لك المباراة والمخطط الطريقة نشوفوا بحال دابا اليوم البنزرتي شنو هي المسائل اللي تكلم عليها كيفاش أشنو ناوي الوقوف ديال اللاعبين حيت بحال دابا ملي كدير استسمح عفوا ملي كدير التدريب كتسيرتو في اخر حصه كتوضع اللمسات الاخيره على المجموعه ديالك ولا هما اللاعبين اللي غادي ان شاء الله غادي يقدروا يدخلوا شكون هما لي رومبلاسون الطريقه اللي باغي تلعب بها اللي غتنهجها هذه كلها مسائل يلا كتكون عند المدرب المفتاح ديالها عند المدرب ماشي عندك انت ولا يمكن الناس دابا كل شيء خصوصا الجمهور ديال الوداد غادي يتساءل كيتسال دابا على المجموعه اللي غادي تدخل كيتسال الطريقه اللي غيلعب بها البنزرتي كاين هناك تخوف وي سي توتافي نورمال ما ديش مشروع حق مشروع على الطريقه لا الاختيارات ديال البنزرتي واش غير رجع ليكيب تيب ديالو لا هو ليكيب تيب على انت على انت شحال دابا داز الوقت باش ما يرجعش ليكيب تيب اسبوع ما كاين والو هذيك الفرقه لعبات مونير غير واحد القضيه مونير شي ديك الفرقه اللي لعبات في بركان حنا كنشهدوا لها بالعطاء ديالها وما تنساش واحد القضيه راه كل حاجه عندها وقتها هذيك الفرقه تشد عاوتاني حتى هي وتبقى تلعب بها تقدر تفاجئك حيت كره القدم امولي شوف مشيتي في واحد الظرف معين في زمان معين مشيتي كفريق مظلوم باغي تبين المكانه ديالك وباغي دير وكنتي مضطر على انك غادي يجي الوقت اللي صافي ملي كتاخذ المكانه ديالك وكدير كتولي عاوتاني ماشي نفس الحسابات باش كتعرف عليك ماشي ولكن كيبقى مباراه اللي هي جبتي فيها ثلاثة ديال النقيطات ما كنظنش ان بزرت امونيا غادي يمشي لتما وغادي يجلس اللاعبين اللي هما معروفين دي تيتولار واللي عندهم ليكسبيريونس واللي هذا ما تنظنش امونيا انا غير حاجه اخرى هي كاينه ديك ليكيب اللي الدراري اللي ارتاحوا نشوفوا لي رون بلاص امونيا واش يقدر من هذا الشيء اللي شفتي انت في المباراه ديال بركان ديال بركان يدير معاه بعض الاختيارات علاش لا وراه الشيء اللي كيطلب الجمهور دابا كاين هذا الاحتمال خصها تكون بان لك انت شي خصها تكون انا بالنسبه ليا الجلوس هذا كتحتيات خصو يتغير نشوفوا فيه كي قلتي انت عناصر ناس اخرين ما كناش كنشوفوهم اللي برهنات على ان المستوى ديالها مزيان برهنات على ان المستوى راه مزيان تقدر تدخل وتغير من الايقاع راه اشنو هو البنك الاحتياط علاش كنسميو حنا بنك الاحتياط كتوفر فيه شي حاجه اللي غتستعملها مازال حيت الا ما كانش غادي الا كشوف الا اللي قالوا لي شونجمون ما تيكونوش ايتيل سافو دير راك ما نجحتيش حيت هي المباراه والاختيارات بتالك واحد النهار هنا في الدقيقه واحد ملي كيصفر الحكم ماشاء الله كتبدا اش كيبدا كتبدا القراءه ديال المباراه القراءه ديال المباراه كتبدا امتى كتبدا القراءه ديال المباراه موني كتبدا ملي كتضرب السونتر كتشوف الوقفه ديال دوك اللاعبين اللي انت لعب ضدهم ليكيب ادفيرس الا كنتي طالع انت من الفيستير ومدخل فرقتك على اساس واحد سيستيم دو جو وبان لك بان هما ناجين ان اوتر سيستيم دو جو انت كتغير بحال دابا لنفرض داخلين على اساس يلعبوا معنا
باش يسجلوا علينا في الوقفه غتبان. اذا كانوا شي 3 اتاكون غيبانوا غيبان غيبان لك ميلو تيران. اش كدير؟ كتعرف انتيا تعاود عاوتاني تعمر ميليو تيران ديالك وانت انت بشويه عليك حتى تحصلت انت على الهدف ديالك. بانوا لك غيعطوك البالون وغادي فوالا انت كتغير كدوز 20 مينوت 25 خصك تروح القضيه الماتش راه كيبقى غادي خصك انت انت غادي وكتقرا لا ميتون سالت ما نقدروش نتكهنوا باش غتسالي عاوتاني عندك خدمه اخرى في دوز ميتون. اشنو هي الخدمه اللي عندك؟ واش عندك شي حاجه في التوش تعطيك شويه نفس اخر وصا ديبون ريزولتا اللي خرجتي بيه اللي خرجتي بيه عشتي كان ما بغيتش نتكهن ما مسلكش فوالا خصك تعرف اش باغي وراه حتى كيساليها منير ديك 90 دقيقه. شنو التوقعات ديالك انت؟ واش غادي واش كاين احتمال ديال تلقى نفس السيناريو اللي كان انا حاجه واحده اللي كنتمنى منير نتمنى على ان هذيك الراحه اللي خذوا الدراري رغم انه صعيبه لانه الفواياج مازال كون جلسوا ولعبوا ماتش هنا في الدار البيضاء لا فريشور تبقى شاده. دابا جلسوا وي ولكن جلسوا هما ديجا مورالمون تابعهم صفار تابعهم صفار ديجا النتيجه الاخرى اللي كانوا حقوا بزاف ديال الحويجات. اذا انا كنتمنى غدا ان شاء الله هذيك لا فريشور تكون. انا الحس ديالي يا منير تيقول لي دي مومون اللي هاد كايزر شيف من تفرجنا هنايا واش بان لك بانه يعني ربحات ولا اكسيدون علاش؟ لانه حيت ما داروش شي حاجه اللي كتجيستيفي كانوا عا كيدافعوا يمكن ما خرجوش يمكن الوداد كون غيرت من طريقه اللعيب ديالها وبحتات من الممرات لان ملي كيكون عندك لعابه رقيقيه كيف كنقولوا حنا باللغه ديال كره القدم خاصك الارض. دابا انت اللافي الارض ونجم الارض مسوفه الارض هادو كلهم الارض هادو كواري واش مرتاحين مزيان اللي غادي يقدر الدماغ لا علاش كنقول لك الارض هادو خصهم الكره تعطيها لهم فرج لهم ولا يطلبوها مورا الظهر ديال اللاعبين الا بغيتي دير لا ديفيرونس لا خلاو لك الظهر واش كنقول لك انا كايزر شيفز وشكون عطاك الكره في الظهر تقريبا خصك تعول على الكرتي ولا الحسوني الا ما عرفتش حنا كاين حتى جبران تيكون قريب شويه من المدافعين فهمتي حيت الا بديت دخلتي عاوتاني وبغيتي تلعب بديك الخطه نفسها هي يعني لي بارير شويه تكون الصوره العامه واش كيبان لك غادي نفس السيناريو؟ لا انا كيبان لي سيناريو اخر. انا متفائل للوداد انا نقول بحال غادي يفيقوا بحال هنا الوداد بحال تصرفقات حيت انا هذوك هي المدرب هاد كايزر شيف لو سول ماتش ريفيرونس اللي شفت ليهم انا داك سيمبا داك اللي ربحوا فيه سيمبا ولكن كيفاش ربحوا سيمبا؟ ربحوا سيمبا ايه ولكن كيفاش؟ كان عندهم هما سيمبا كان عندهم الكوفيد كان عندهم غيابات مي سا نونبيش ان الا درتي اغلاط بحال كيف دار ذاك النهار فوالا يقدروا يفاجئوا وحاجه اخرى وسيمبا وثاني مشات راه كانت تقدر تسجل اكثر من ثلاثه الاهداف مشات ثلاثه غير هو مدرب جديد اللي جا مدرب سابق المنتخب بدل لهم السيستم جو ديالهم دابا ولا كيلعب على المقادير ديالو عكس هذاك اللي كان قبل زوينه هاد المقادير سا ديبون ديال شنو عندك انت فوالا كتصوب به فوالا كتصيب داك الشيء حيت ما يمكنش ندخلك الكوزينه ونحط لك واحد شي حاجه قليله ديال هذا ونقول لك صيب لي شي فطيله ولا صيب لي شي حاجه. دابا هو بان نهار الوداد هنا على انه جا قاري فريق الوداد وعارف انه فريق الوداد صعيب وغادي اثر غادي يقدر يسجل عليه ويدير لا اش قال هاك الكره انا غادي نلعبها سميتو عكس المباراه اللي ربح فيها الوداد باربعه اللي كانت ربح فيها بسته ولا سميتو راه هنا فين يبان لك منير اللمسه كيف كنقولوا حنا ديال واحد المدرب اللي كيلعب بداك الشيء اللي عنده كيفاش غيلعب غدا واش غادي يخلي اللاعبين ديالو يخرجوا باش يقدروا يسجلوا ولا غيتسنى فريق الوداد على انه هو يبادر ويلعب بنفس الطريقه على انه هو اللي غيبادر الوداد فوالا فوالا هادشي اللي كاين حيت قبل ما تلعب السونتر الفريق الجنوب الافريقي هو اللي مكلفي هو اللي مكلفي دونك انت اللي خصك تقلب بيان سور احنا اللي كنتمناو انا شخصيا اللي كنتمنى هو ان اللعابه الوداد يكون الدماغ ارتاح شويه فوالا يكون الفيزيك هو كيجاوب حتى فيزيك مامونيا باش ديك الساعه يقدروا على الاقل يديروا ذاك اللعب اللي كيعرفوا يديروه في مواجهات فريق اللي غيكون متكتل ولا غادي يكون غادي يكون متكتل ولكن مالغري ذاك الشيء مولي تنقول بانه الحمد لله الوداد ما عرفتش وما نساو شويه الحظ حتى هو انا كنقول ما عاطي الوداد تاهل لانه
البارح تكلمت معك كون كان شي اهلي ولا ترجي ولا شي حاجه ديال الجزائر ولا هذا نقدر يكون تخوف لان هادو فراقي كيشبهوا لينا في لو جو ديالنا واقفين. هاد كايزر شيفر منير من غير تغيير اللي دار ديال الاداره التقنيه هما كلاعبين اعطيني انت شي نجوم شي واحد عكس توندونس فهمتيني. انا نتمنى ان شاء الله يكون خير. فمباراة الوداد وكايزر شيفر جنوب افريقي في ملعب سوكر سيتي غدا مع الخمسة ديال العشية ان شاء الله بالتوفيق لممثل الكرة المغربية في تشامبيونز ليغ. فريق الوداد ومع الثمانية كاين ديك الكسيدة الخايبة ديال الاهلي المصري مع الترجي. انا كنتسنى بغيت نشوف لا رياكسيون ديال الترجي في مصر كي غتكون واش غادي يلعبوا معاهم ثاني الاهلي بنفس الشكل بداك الهدوء وديك الكرافاتا وداك الشيء ولا فريق الترجي غيدير شي ردة فعل. ما عرفتش انا معين الشعباني كيفاش تلقى انتقادات كبيرة من بعد المباراة ديال غادي توصل الوقت على انه لا وصلت الوقت عادي بان لي صافي. وكان واحد التصريح ديال نبيل معلول حتى هو زوين قالوا ليه انت ملي ما عينيكش في المنتخب دونك عينيك في الانديه. قال لهم سي نورمال انا المنتخبات انا ما غاديش عيني في الانديه. قالوا ليه واش الترجي؟ قال لهم الا جيت للترجي اشنو غنعطيك اكثر من هادو اللي كاينين دابا اللي داو دو تشامبيونز ليغ وداو خمسه د البطولات. المشكله واحد كيبغي يمشي بلاصه اخرى فين يزيد يدير البصمه ديالو. ادخل على واحد الفريق اللي ديجا تيتري وعنده هذا فهمتي خاصك هو ديجا كان داها هذا العصر كونتر الوداد نيس كونتر الوداد نكت نكت في الجزيره في 2011 داها في 2011 ولعب فينال. لا شونس ما كانش عند الوداد شوف رب ضارتين كون ما ذاك كون ما ذاك الشيء اللي وقع النادر ما عمرك نشوفوا بونو وقيله بونو لا وبونو هما نيت هما تما يمكن جاو عندي قالوا يا كابتن راه الحارس هذا وكتا وبونو ويمكن هما ما سمعونيش ملي كنقول لهم قالوا كيفاش بونو كتا ودابا تشوفوا. وفعلا ديك الساعه هشام الخارصي قال لي واش هذا الحارس كتا هذا راه ولد وداد وتربى في هذه المدرسه وداك الشيء وبغاو يتسطاو عليه بغاو يتسطاو عليه. انا كنعقل على واحد لاكسيون كنت ماركا تامونيا فاس ديال اونداما فاس ديال فاس كنت انا ديك الساعه تما وهذيك الفرقه ديال الوداد كانت تستحق تيتر هذوك اللعابه والله العظيم هذوك اللعابه منير كانوا يستحقوا التيتر لان تبارك الله انا هما اللي كانوا عندي فاش مشى معاهم دو كاستيل هي راه هذاك هذاك هو ذاك الجيل هذيك فئه جدو الدراري كلهم تبارك الله كل ذي حق حقه. دو كاستيل لعب المجموعات حتى الفينال انت لعبتي من لو تور بريليمينير حتى تكاليفيتو دور المجموعات تكاليفينا الحمد لله. ولكن منير انا غيبقاو فيا ذوك الوليدات كان جيل صراحه والله العظيم كان يستاهل كوب دافريك وعليه نتمنوا هذا الجيل حتى هو وخاصة ان شاء الله واحد النقطة الله يحفظك واش لو فيت ديال مباراة النهاية في كازا واش دايرة الضغط على واش دايرة الضغط على لعاب الوداد؟ لا لا منير هذاك تكون غلط راه واخا راه الفينال هنا راه واعر من الفينال الاكستيريو. لا داير عليهم ضغط في الماتش ديال غدا زعما بانه خصهم يتكلفوا وما يمكنش يضيعوا هذه الفرصة وما يمكنش الدراري ما يحطوش كل شيء على راسهم وبزاف ما تحطش على راسك كاع تقول كامل تمشي تلعب مباراة ديالك حاجه وحده اللي نبغيهم انا يفكروا فيها راكم لعبتوا مع ساندونز وعر من هذا كيز وتكنيكمون مجهدين وتخطيتوا شحال من مره جابت الوداد 0-0 من تما اكثر من مره هذا فانا كنظن بانه لا يجب التفكير منير في النهائي لانه اتونسيون حنا نتمناو راه حتى هذا النهائي ان شاء الله توصل لي الوداد راه هو ما غاديش يكون سهل توصل في الدربي انا كنقول لك انا زعما راه حتى حاجه ما سهله راه شي على الاكستيريور يمكن كتلعبوا اقل ضغط عليك وحتى الامور تغيرت دابا كاين فرصه ما بغيناش نضيعوها صراحه ان شاء الله. حنا شوف منير حاجه واحده اللي تفرح لها وهو التواجد الفار وتواجد باش تاخذ حقك في افريقيا في افريقيا بين قوسين اخر ومنير شوف على الاقل دابا على الاكستيريور غتمشي الوداد نتمنى انا غنقول واحد الحاجه نتحمل مسؤوليتك ما يكونش شي غلط تحمل مسؤوليتك في افريقيا راه بالفار راه لو بوت راه لو بوت اللي تماركا على الوداد شي لو بوت اللي تماركا على الوداد كان حكم الشرط هز الرايه هز الرايه الحكم السنغالي رفوز البوت راه كون كان فريق مغربي اللي ماركا الله لا رجعوا للفار كون راه ضربنا تران ودزنا هو دابا الهي على الاقل منير كنظن منير انه ما يمكنش ما تقولش هي ما يشتغلش هذاك الفار مع العلم نصيحه عندي انا الدراري ما يعولوش ما يعولوش الله يرحم الوالدين انا بغيت الدراري ان شاء الله يدخلوا منير شوف يسجلوا وديك الساعه عادي يفكروا في الجاي اما دخلتي مسبقا كتقلب
باش دير شي حاجه غادي تولي في مشاكل اخرى. فعلى عين تحياتي لكل الجماهير المغربيه وتحياتي لكل الانديه المغربيه الممثله للمغرب في المنافسات الافريقيه. ملي كتوصل دومي فينال فينال اكيد انا كتبغي تبان لك لا كوب كتبغي تبان لك خصك فبالتوفيق لفريق الوداد. حتى منير هادشي دابا اللي كتعيش فيه الرجاء ولا الوداد ولا مؤخرا الدار البركانيه راه خصك تستافد منه في هذا الوقت اللي الفراقي فهمتي اش بغيت نقول لك كتستافد قد ما كتجمع هاد لي تيتر قد ما كي حيت واحد الوقيته كتجي واحد الوقت اللي جات واحد الموجه ضرباتنا ما بقيناش كاع الله يرضي عليك كيجيو عاوتاني فرق اخرين. انا نعطيك واحد المثال فريق جاي الان تدريجيا تيزي وزو شبيبه القبيل علاش عنده تاريخ يمكنش يبقى ميت كيف كنقولوا حنا شفتو انا مع كوتون سبور فلالي فلالي ربحوا في الكاميرون كيبان لك بانه فريق منير اللي جاي. انا ندير واحد لا ترونزيسيون وغادي نقطع الشانطي من فريق الوداد وغادي نمشيو نتكلموا على فريق الرجاء قبل ما نهضروا على مباراه الاياب ديالو مع بيراميدز. فريق الرجاء خاض البارح مباراه الدوره 23 من البطوله الاحترافيه امام الدفاع الحسني الجديدي وكان الفوز بجوج لصفر. اكيد يسمحوا لي الجماهير ديال الدفاع الجديدي ما بغيناش نقويو على فريق الدفاع الحسني الجديدي داك الشيء تقال بزاف تقال بزاف والصوره باينه واضحه ما عندنا ما نبقاو نقطعوا فريق الدفاع الجديدي. يجب اعاده النظر في المجموعه اعاده النظر في الاختيارات حتى اللاعبين المهمين الله يرحمهم اللي كنت غنسولك انا وصلت كي قلتي انت الحد ديالي انا ما بقيتش كيفاش هذوك اللاعبين كيفاش ما فهمتش انا كيفاش الاختيار زعما هما كيفاش المقياس المقياس المعايير معايير الاختيار ديال الاختيار ما عرفتش انا حيت علاش كنقول هذا الشيء حيت جديده لعبت معاه انا ماشي مره ماشي جوج هي ولعبت معاه كمدرب واجهتها ما عمري انت كتوقع مؤخرا جديده راه تبارك الله ما عمرك ما شفت هذه الصوره ما عمري ماش فوالا ما عمري ماش جديده في هذه الصوره هذه اللي ظاهره بها. انا نقدر نسول كمتتبع يمكن ماشي تكنيسيان ولكن ملي كنقول ان في لو بون كاين مدرب بحال عبد الحق بن شيخه وكمدير رياضي كاين واحد بحال عزيز بودرباله ما غاديش نقول انا راه انا اللي عندي الحق وهما اللي غالطين في الاختيارات. دونك داك الشيء علاش كل واحد يتحمل مسؤولية الاختيارات ديالو. قالوا في بداية العام كيف سمعنا مع صلاح الدين المقتري انه كاين مشروع ديال التشبيب وداك الشيء طليت كانت عندنا لا ليست ديال الفريق اللي عطاوها لنا مشكورين ما بانش بانه كاين يعني على الاقل خصك تشوف عناصر ديال 2002 2003 الا قلتي كاين تشبيب ما كاينش هاد يعني انت غيسالي كاع هذا العام غتكون ربما ما استفدتي ما استفدتي والو ما طلعتي والو. فهذا بخصوص فريق الدفاع الحسن الجديدي. عاد غنرجع للمباراة وفوز فريق الرجاء بجوج لصفر دائما من اقدام مالانجو. رحيمي مالانجو. مالانجو انا البارح حاجة قلت لك منير باش قلت لي الغيابات طونكو كاينين هاد الجوج الاساسيين لا دي شوف ديجا الشابي مدخل باش يدير لو ريزولتا راه قلتها لك البارح راه كنضيع دابا النتيجة اولا وقبل كل شيء لذلك انا كون ما باغيش النتيجة ما يكونش بن حليب ومالانجو أتانا رحيمي ومالونغو مازال بن حليم يغامر به ولكن البارح الاساس الاول عطينا القيطات نديرهم في جيبنا عاد ديك الساعه نذكروا ونعاد نذكروا على البيراميدز هو اللي حصل يمكن في الشوط الاول استعصات عليهم الامور ولكن في الشوط الثاني قدروا يدخلوا ويسجلوا هدف ويسجلوا الثاني الهدف اللي تسجل راه كان زوين هذاك الهدف الثاني بطريقه باش ديال مالونغو ديال مالونغو كيفاش وهذاك هو مالونغو وهذاك هو مالونغو ما كذبتيش يا منير كيفاش كيدور وكياخذها وضيع وحده عاوتاني فاس 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 مع اخر الماتش طلع عليه بيشنات وقيلا واش مكعازي ولا جو سي با يعني كيبان لك بانه شوف حتى في الاخر ديال المباراه واحد شويه مشاو جديدا عند الرجاء كان تدخل ديال زنيتي واحد المره ولا جوج ولكن من بعد الكره كلها بقات عند قبل التدخل قبل ما قلتي مشاو الدفاع الجديد واش كنتي كتحس في شي لحظه من اللحظات ان ما كاينش لاطاك منير راه كتقول شوف علاش كان مشاو راه ماشي مشاو غير شوف صاقوها تال كانوا كانت واحد لافوت هي اللي كانت في الجناب وشي واحد ضربها بالراس وطاحت على شي لعاب وضربها خرجت كورنر وكاينه واحده اخرى عاوتاني لا ميم شوز هي فيها ضربه خطا ولكن راه من بعد راه فريق الرجاء استولى على الكره هو اللي كان كيمرر من اليوم من الجهه اليمنى من اليمن من اليسار من وسط الميدان يعني متولي كان يقدر ماشي يسجل كان البارح مالونغو منير لو مرر ليه
بن حليب ومتولي كان مانوكا غادي يخرج بارح بثلاثه ولا اربعه ثلاثه ولا اربعه. الا شتي واحد الكره متولي بغا يضربها بالاكستيريور راه ندم هو على جدارة وما ويمكن كتوقع واللي كان خاوي هو داك لو جون اللي دخل مارونغو مونير. لا ماشي مارونغو كان داك لو جون اللي كان مارونغو مونير كون عطاها ليه غادي يضربها برجليه يدخلها ويفوت يدخلها ليه ولكن كيوقعوا هاد الاخطاء. الرجاء قدرات مونير تسيطر على المباراه وجابوا جوج ديال الاهداف وثلاثه ديال النقاط. غادي تسول المدرب الشغل الشاغل ديالو البارح لا هو لا اللعابه غتقول ليه بيراميدز يقول لك ما كان شكون هي بيراميدز الشغل الشاغل وثلاثه نقاط ثلاثه نقاط يعطيني بعدا انا لعبه جديده هكا هذا هو التفكير. دابا اليوم تمشي عنده يقول لك وي بيراميدز دابا راه كيهضر على بيراميدز. نبقى معك غير في الرجاء ومن خلال الاختيار ديال الشابي وقلناها شحال مره من الكارديان دو بوت يعني من الزنيتي حتى الفوق كل اللاعبين قابلين للتغيير كلشي يلعب الا هذوك الجوج اللي هما رحيمي ومالونغو اللي راه يكذب عليك الكذاب بانه تقول بانه لا الرجاء ما وقف على حتى شي واحد ولا الفريق ما وقف. هذوك لاعبين مهمين جدا دابا راه واصلين مؤثرين مؤثرين من 37 هدف وقيلا دابا حنا ماركاو 25 جوجهم نحيدوا دابا حنا شي لعابه اللي عندهم هذه ونقولوا لهم لا غير مؤثرين. لا مؤثرين راه مؤثرين جدا راه هو الغياب ديالو في المباراه الاخيره البركان مع بركان الغياب ديالو وشكون اللي كان غائب معاه رحيمي بجوج دخلت اسميتو ولكن راه غادي تقول لي راه مؤثرين 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 وبشكل كبير لان لاطاك ديالك خاصها لعابه فيف كيمشيو كيتحركوا كيديروا. رغم ذلك لسعد الشابي ريح بعد ما ريحش بعد اللعبه ديالو لا خط الدفاع ديالو بالنسبه لي ما الشابي ما ريح والو لاعبين تبارك الله راه لعبوا يا با بروبليم ما كيمول. شفتي شاكر البارح شفتي الورفرلي ديجا الا شتهم لاعبين ما تقولش بعدا راه احتياطيين حيت شبعانين الماتش هادوم هنا ما عمرهم ما كانوا جالسين راه غير الظروف ديال المباريات وهذا وهذا كيبقى الحفيظي واش لابليسيور ديالو لابليسيور ولكن غادي يمكن يكون واجد الماتش. لا لا شوف انا مولي ماشي طبيب ما عنديش لا اللي تقال انا نتمنوا يرجع للفريق ديالو. انتم دائما في الاستماع على برنامج البطوله على شاده اف ام. تحيه لكل المشاهدين على صفحه الفيسبوك. نقراو بعض التعليقات. لك سيدي واحد سولني على الاخطاء التحكيميه سي محمد شهيبه فين التحكيم قلتي غادي نرجعوا ليه السي مونير واخا كاين واحد جوج ديال الحالات هما اللي غنهضر عليهم ولكن غادي غنشير ليهم ونعطي الراي اللي قال سي محمد الموجه ثم حتى نهار الثلاث ويديروا عاوتاني ديك الندوه التقييميه ديال اللجنه المركزيه للتحكيم والمديريه وديك الساعه هما غادي يناقشوا هذاك الشيء. تحيه كذلك للسي العمراني محمد اش كيبان لكم في هدف شاكيل ملغى والفار وقف وتكلم مع الحكم بعد غادي انا غنشير لهاد الحاله. سي ازيد السلام عليكم سمو تحياتي فخر الدين ان شاء الله الوداد تربح 3-1 بمجهود اللاعبين ان شاء الله وليس بعقليه المدرب. علاش السي ازيد دير زوين راه شو راه الدور اللي الخول بنزرتي الرجاء عندها مالونغو رحيمي واخا نزها حميدي واخا ما كاين حتى شي مشكل. اما الوداد عندها جوج فراقي خاص الهرم يخدم معانا. تعديتوا على البنزرتي والله سلام سي منير رادي جعيدي وكولو توري شدوا شهاده اليوفا برو في التدريب وشي كوسالا عندنا ما يقراو ما يطوروا واخا سي الحسن سردان الجور ديال تونس ديال الترجي ما غنكملش الميساج ديالك السي حسن لان فيه شويه ديال الهضره قريت داك الشيء اللي مهم فيه. مروان يونس الفضلي يرجع للسلامي الذي كان يقوم بالتدوير رجع على معظم اللاعبين في نفس المستوى من الجاهزيه. هاد الشيء لا حنا نحيدوا الخدمه اللي قام بها جمال. هاد الشيء اللي خصو يعرفوا هو الجمهور منهم ربما السي مروان ثاني كنتو ما بغيتوش التدوير اللي كان كيدار هذيك الساعه واحد الوقت واللي بشكل من الاشكال هو اللي دار كان هو اللي كان دار الضغط في هذاك الوقت اللي كان فيها التدوير. اشعه الشمس كانت عائق كبير من مهاجمي الرجاء في الشوط الاول وراينا مالونغو يضع يديه على عينيه رؤيه الكره في الشوط الثاني انقلبت الامور. سي حسني الشامي واخا سي حمود هضر لنا على التحكيم راه قلت لك الزاويه اللي غنهضر فيها على التحكيم دابا ولاو الناس كيجبدوا اللقطات وكيهضروا ما غاديش نجيو نهضروا حنا فوق منهم. ما يعاب على منظر تواصلوا على تاخير التغييرات في المباريات الافريقيه خصوصا اذا كان متاخرا في النتيجه. ربيع لو كانت هناك عداله لا تم توقيف زنيتي 6 مباريات خويا داك الشيء هضروا عليه في هذاك الاجتماع ديال الحكام ما غاديش نجي نقول انا العداله ولا ما كايناش العداله. احنا هضرنا داك الشيء من الزاويه ديالنا من داك الشيء اللي وصلنا هنا دابا
الناس ولاو كيهضروا على اللقطات كيجيبوا اللقطات كيهضروا على الحالات. والسلام عليكم. سي احمد مدريدي ما يعاب على بنزرتي داكور اخويا. سي بيني رضا وقتاش الديربي واش غادي يحسم البطوله؟ الديربي غادي تلعب الاسبوع المقبل. واش غيحسم ولا ما غيحسمش؟ نشوف النتائج اللي غادي تكون قبل منه في المباريات اللي غادي تلعب لا الوداد ولا الرجاء قبل منه. الا بقى الفريق 3 ديال النقاط يقدر يحسم، الا الوداد دار 3 نقاط اخرين ولا 6 يقدر الرجاء يحيد ديك 3 النقاط اللي كاينه دابا ويوليو مقادين ويقدروا يبقاو 3 النقاط. دونك الحسم غادي يكون في حاله واحده الا الوداد وسع الفارق في هذيك المباراه ديال الديربي في هذه الحاله هذه. اما الباقي يقدر فريق الرجاء يوصل ولو بجوج مقادين ويقدر يبقى الفريق 3 ديال النقاط. السلام عليكم اخويا، تحياتي لفخر الدين ان شاء الله الوداد. داكور اخويا. سي جمال اسوال، احسن مدرب وطاقم تقني في البطوله هو ديال العالمي. داكور سي جمال اسوال، تحيه لك. الرجاء العالمي هذا جمال اسوال الرجاوي. اقصد لاعب مالونغو. هناك تشويش من طرف الصحافه المصريه في هذه الايام حتى تم اجراء حوار مع وكيل. هذا الشيء شيء عادي يا سي مروان؟ اكثر من عادي. اكثر من عادي، خاص غير حنايا في المغرب واش عندنا المناعه لهذا الشيء. فوالا، لان الا كانت كل حاجه كيديروها المصريين وكنجيو نبقاو نناقشوها هنا، اذا حتى حنا راه كنساهموا في التشويش. ثم باقدير الميساج ديالك مشى ليا، قال لك فريق الدفاع الحسن الجديدي ضعيف. قلنا لهم بغيناش نزيدوا، بغيناش نزيدوا، قلت لهم قدر نوصل ضعيف. الرجاء وبيراميدز. ايوا اكيد كتهضر على النتيجه ديال مباراه الذهاب. الا كانت كتجيبك المباراه الاياب الا ديك 0-0 كتقول لي شنو الصعوبه اللي كاينه في المباراه ديال الرجاء وبيراميدز؟ الصعوبه هي انه ماتش جديد. انا بالنسبه لي كنسمي هذيك المباراه ما تلعباتش، اللي كتسالي بحال هاد النتيجه هادي ما تلعباتش. واش ما تلعباتش ولا ما كايناش؟ لا ما تلعباتش، ما تلعباتش صافي دير. كنقولوا حنا الشوط الاول ليا والشوط الثاني هنا. هذاك الشوط الاول ليا ما كانش، ديما هما اللي ما سجلتيش. دابا عندك مباراه فصيله هنا. فوالا، ديما هما اللي انت ضيعتي. وتا هما قلت لك ذاك النهار الشوط الاول ديال فريق الرجاء بامتياز كان يقدر يسجل الرحيمي ماشي مره ماشي جوج، ثم الشوط الثاني ديال البيراميدز. هاد المباراه هادي غتكون صعيبة بجميع المقاييس. شنو اللي كيخلي هاد المباراة الصعوبة ديالها؟ اللي غيخلي الصعوبة ديالها هو التكتل ديال المصريين. ديجا هما هي كانوا متكتلين في مصر، كانوا خايفين من فريق الرجاء. إذا هنا غادي يجيو على أساس قد ما بقينا حنا محافظين على النتيجة أوني لي دو كاليفي. لي بينالتي. فوالا. تنقول بان انا والمدرب تنقولوا حنا 0-0 مأهلانا نلعبوا ضربات الجزاء، ضربات الترجيحيه اللي كتكون هي مساله حظ. شكون اللي خصو يدير لا ديفيرونس؟ فريق الرجاء واللاعبين ديال فريق الرجاء. يمكن غياب مالونغو في المباراه الليلين لانه ما ظهرش بالوجه الحقيقي ديالو. كانت عليه الحراسه، وثم حتى الكرات ما وصلوش. كيف خصهم يوصلوا؟ قلتي واحد الكلمه قويله، مساله حظ. خص يكون معك شويه الحظ. الحظ شنو هو؟ انه من اي محاوله الا سجلتي غتقلب المباراه. اولا غادي ترتاح انت وغتخلي الفريق الخصم يخرج يلعب الكره يبحث على التعادل، وغادي يخلي لك مساحات، وهذه المساحات هي اللي كيفضل رحيمي وكيفضلها بن حاريب وكيفضلها مالونغو. هذا هو اللي كنقول لك على الخطوره اللي كتكمن في المباراه هذه. كاين واحد الخطوره اخرى ما هي؟ في النتيجه انك كاينه مباراه فاصله غتلعب دابا نهار الاحد، ولكن الفريق المصري عنده واحد لافونتاج. لا شنو هو؟ عنده الحق في التعادل بالاهداف. اي الا تعادل معك بالاهداف. اي ولكن لا، انا باقي ما وصلتش معك لهذه القضيه. انا غادي معك غير في نطاق 0-0. لا، بمعنى التعادل بالاهداف ليه هو عنده هو لافونتاج. هو لا، شوف الا وصل معك يسجل. الا سجل عليك ابا ما تهضرش معايا كاع انت على التعادل. الا سجل عليك بيراميدز غادي صعب عليك الامور كثير. دونك انت خاصك تنتصر. خاصك ماشي خاصك تنتصر، خاصك تدخل تلعب المباراه ديالك باش تربح. وحاجه اخرى، ودير احتياطات المرتدات. حيت كاين دابا بعض الفروق اللي كتكون شويه ما كاينش الرزانه في التصرف ديالهم. المصريين معطيهم هاد
طريقة اللعب حتى في البطولة ديالهم كنشوفوا خاصة بالتواجد ديال بعض الأصحاب الخبرة في الخبرة كيجي كيرجع لك يدير لك واحد 4-4-2 ولا 4-5-1 ويخليك أمونير كتقاتل تبقى أنت تبحث على أسميته وسيرتو إلى مشيت لك اللاعبين اللي هما مميزين أشاك فوا نمشي للرحيمي ونمشي للمرامبو ونمشي هذا نخلق لك مشكل أنت خصك ديما تبقى تبحث وأنا ديما تنقول لك أنا مونير اللي كيكسر ماشي بحال اللي كيبني ماشي هو اللي كيبني ومع العلم خص دير الاحتياطات في لا ديفونس باش ما يشجوش عليك فنتمنى التوفيق لفريق الرجاء الرياضي في لقاء العوده امام بيراميدز المصري يوم الاحد ان شاء الله مع 8 في مركب محمد الخامس مباراه صعيبه ولكن فريق الرجاء بالامكان انه يتجاوز هذا الخصم بيراميدز ويتاهل للمباراه النهائيه اللي غتلعب في كوتونو بالبنين والاقرب انه يكون في المباراه النهائيه هو شبيبه القبيل تيزي وزو اللي تكلمت عليه لانه انتصر كوتون سبورت هو فريق صعيب خارج الميدان وانتصر فريق شبيبة القبيل في المباراة ديال الذهاب بالنسبة باش نرجع لدوك جوج ديال الحالات اللي هضروا عليهم الأصدقاء الهدف اللي سجل عبد الرحيم شاكير حسب سي محمد الموجه قال بأنه هدف صحيح بالرغم من ذاك الخط اللي داروا ذاك الشيء سي محمد الموجه هو اللي كان نسول قال بأنه هدف صحيح ثم كان ضرب جزاء غير معلن عليها المالونغو لأنه كان جر داخل مربع العمليات هذا الشيء اللي كاين الباقي نشوفوا نهار الثلاث ان شاء الله في الجلسه اللي كيديروا الحكام واللقطات اللي غادي يديروا انا ذاك كيكون ذاك النقاش المستفيض وذاك التحليل ديال اللقطات ندوز معاك لمباريات البطوله الاحترافيه الدوره 23 6 ديال المباريات 3 نهار السبت و3 نهار الحد بعدا سؤال هذا الوقت من الموسم شنو النفسيه ديال المدربين وديال اللعابه في البطوله كله نفسيته كله كيفاش كيبريباري الماتش ديالو كيفاش الكلاسمون دابا كتحرك بزاف ديال المسائل واحد الوقت من الاوقات ما كتكونش عليك لا بريسيون كثيره ولكن ملي كتوصل لك ذلك داك النهار ملي كتدخل في يعني الامطار الاخيره كتولي الحسابات ودبر كلشي على لا بريسيون جو سي كتولي الحسابات امونيا اي هزيمه كتعني بانك راك غادي لتحت لتحت اي انتصار اطلع الفوق يخليك بانك تخرج شويه من داك عنق الزجاجه وتحصل على مرتبه امنه بحال دابا البارح اللي بغينا نهضروا معقول الهزيمه ديال الدفاع الحسني الجديدي خلاها في 25 نقطه واقيلا جو سي با راه على حساب الفرق اش غيديروا الا ربحوا الاخرين اللي تحت منهم غيتقادوا معاه شوف دابا حنا كنديروا واحد القضيه في البطوله المغربيه ديالنا بعض الفرق كتبقى تشوف الفرق اللي حداها ما غاديش تشوف هي جيت الوداد والرجاء والجيش وداك الشيء امبوسيبل كتشوف اللي تحت كنشوف اللي حدايا حتى ملي كنكون نتكلم في الخطاب ديالي مع اللاعبين وهذا تنقول لهم فريق فلان فلاني راه انهزم اذا حنا خصنا ننتصر دابا راه شي كيلعب على النتيجه ديال الاخر كل واحد غادي على حسب النتائج ديال الخصم ديالو غدا مع الخمسه المغرب التطواني غادي يستقبل واحد من المعنيين بهذه المباريات اللي قلتي واللي هو المغرب الفاسي ها هو حنا كنهضروا عليها مباراه صعيبه شنو المنتظر من هذا المنتظر في هذ الفريقين ما نساوش المباراه مؤخرا ضد ديال كاس عرش اللي انتهت في التعادل ومشات للضربات الترجيحيه ما بين المغرب الفاسي والمغرب التطواني يمكن الفرق اللي كاين هو تطوان بور لانستون غادي في واحد ما تنقولوش حنا خط مستقيم الى اقصى درجه ولكن كيحقق نتائج يحقق المهم كي كنقول انت المهم عكس المغرب الفاسي اللي لحد الساعه ابار التعادل ديالو الاخير واللي جات الدقيقه الاولى خطا ديال الحارس اللي جديد اللي كنظن انه غامر به يعني الحكم رضا حكم جلوس الحواصلي يمكن اخطا حتى هو اللي كان كيكرر داك الشيء ولكن كتغامر عاوتاني واحد الحارس اللي باقي حتى هو ما عندوش الاكسبيرونس راه هو اللي تسبب في ضربه الجزاء اذا المغرب الفاسي اذا كان المدرب ديالو كذلك ذاك النهار عارف خصو يعرف بان هذه المباراه هذه راه تقريبا راه مشات منه مباراه صعيبه كتسدنا ضد تطوان فتحي جبال مدرب المغرب الفاسي الا ما قدمش الا ما كانش غادي يخدم غدا يقدر ينهزم جوج من النقاط من 15 ممكنه ما يمكنش جوج على 15 ضعيف معدل ماشي ضعيف اكثر من ضعيف مباراه اخرى مع 7-4 المولود ديال وجديه واتحاد طنجه ايوا هزيمه اخيره ديال
ديرهم جوج ودير لا مازال الاخرين كانوا شحال هذه باقي ما لعبوش تحت طنجه شحال دابا ما لعبوش تحت طنجه من الاسبوع اللي فات شحال من لعبوا مع فريق الرجاء من الاربعاء اللي فات الابد المهم انا كنقول بانه لا طنجه ولا وجده نفس النتيجه ونقول لك القيام منير ونفس الخطوات اللي غاديين بهم هي واحد الوقيته كيفاجئوك بواحد جوج انتصارات ولا ثلاثه وعرض مقنع ولا كي وجده سي با سا هزيمه مع فريق الجيش الملكي كان عندهم طرد ديال لاعب يمكن اثر كبير صلاح الدين باهي غادي يواجهوا واحد الفريق اللي هو اتحاد طنجة اللي اشاك فو منير الوقيته اللي كتبيزي عليه على انه غادي يدير دي بون ريزولتا ما كيديرش عاوتاني الوقت اللي كتقول هذا تيخرج ادريس مرابط كيفاجئ تيقول لك راه لعبنا راه يقدروا يفاجئوا المولوديه الوجديه لانه دابا هما بجوج فريقين بجوج مطالبين بالانتصار منير ولكن انا ما كنسمع الاصداء اللي كتوصلنا وجدات يعيش شويه مشاكل ماليه ولاعبين وهذا الا عبرت انا بالنقاط فريقين بجوج فيهم امن ولكن كيسعاو لديك كاين امان هما في المركز الرابع الخامس يعني لا ولكن اعطيني تنقيط انا نعطيك تنقيط يعني في مأمن على حساب النزول وداك الشيء انا غنعطيك تنقيط دابا اللي كاين غير واش ما لعبش عليهم ان هاد الشيء راه مهددين شو داك الشيء لا ما يمكنش ما يمكنش يلعب عليهم هكا ما يمكنش بجوج هما ديبحتوا على الانتصار لا المولوديه ولا اتحاد طنجه بجوج هما انا نقول لك بجوج في امس حاجه النقاط فاتحاد طنجه كيحتل المركز الرابع ب 31 نقطه وشنو هي هو المولوديه الجديد المركز الثامن ب 30 نقطة المركز الخامس ب 30 نقطة ماشي شي حاجة 30 31 ماشي شي ماشي ماشي 22 23 لا ولكن ما يكرهوش منير يزيدوا في عدد النقاط غادي يلعبوا أكثر بارتياح غادي عاد غادي يرتاحوا من يديروا 33 34 ثم غدا سيدي كاين واحد المباراة مع 9.5 الباراج ديال أسفل الترتيب مباراة ديال 6 نقاط سارع واتزم مع يوسفية برشيد هذا سمعت هذاك النهار هذا ماتش غادي يكون فيه يعني مول 22 مع مول 23 صعيب 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 اموني دابا المشكله هو تزم دابا ديما على الاكستيريور هذا هو لو بروبليم ديال هذه الفرقه هذه فهمتي اشاك فوا كتواجه فرق خارج الميدان عرفتي شكون اللي عاونهم في الايامات اللي كانوا راه الملعب ديالهم كثير مي دابا في خريبكا مع يوسفية برشيد خريبكا لاعبين في خريبكا عرفت سريع وزم لاعبين ضد يوسف خارج الميدان خارج الميدان بحال اللاعبين عند برشيد ما غيكونوا مولفين انهم كيستقبلوا في خريبكا كاين داك لا ولكن لا منير لا من باب النقاط كاين فرق من باب النقاط 22 23 تعادل ما صالح حتى واحد لا والو لا يسمن ولا يغني من جوع خبارك اللي غادي ينتصر غادي يوصل الجديده فريق الدفاع الحسني الجديدي اللي في المركز 11 دابا 25 واشتي شحال الاخرين عندهم؟ 23 الى انتصروا غيوصلوا لي غيفوتوا كاع مستعشي غادي يفوت جديده 23 26 26 23 25 سريع واتزم يوسف برشيد توقع وهذه دابا راه جديده غادي يقول لك يا ربي ديروا تعادل ولا ربي يخسروا كاملين ما يخسروش لاعبين بجوج كي درت يخسروا يخسروا كاملين شي حاجه اللي ما كايناش توقع واش صحابي ولا سكيلاتش انا كاين شويه ديال نقدر نقول لك برشيد ما علينا من انه الطريقه اللي كيلعب بها صحابي واتزم طريقه اللي هي نافعه الا ما لقاوش برشيد لي فاي فين يمشيو غادي يكون ماتش صعيب ندوز المباريات ديال نهار الاحد كاين ثلاثه ديال المباريات البدايه مع الخمسه نهضه الزمامره مع حسنيه تكادير زوين هذا الماتش تفرجوا عاوتاني غتكون في الكره نشوفوا الزمامره عاوتاني والزمامره اللي بدايه من الاسبوع الماضي في هاد ثمانيه المباريات اللي بقاو يمكن بان لي شويه ديال الضوء يقدر يبقى ماشي يبقى ولكن يقدر يلعب على انه ينافس على اللي فوق منه يخسروا وما عرفتش اش كاين يكمل العمل ديالو ويكملوا في المباريات ديالهم اللي الناس كلهم كيعجبهم يابا كتبقى السؤال اللي خص تطرح عليا هو اللي حاسس بيه قادر كيفاش غادي يكون واش كان شي بريباراسيون واش كاين شي جديد لانه بالنسبه لي انا حسني تكادير منير فحال جديده فحال المغرب الفاسي هاد الانديه اللي مازال المغرب الفاسي تنقول انا صاعد من القسم الوطني الثاني ولكن بحال دابا اكادير وجديده على ما استفهام
الحسنيه اش وقع لهاد الفروقه منير توصلت لهاد الحسنيه المركز التاسع 29 نقطه والو سيغيان. ثم المباراه اللي غتكون من مورا هاد المباراه اللي غتلعب مع السبعه وربع الشباب المحمديه والجيش الملكي ومحمد فاخر غيلعب ضد ليفار الجيش الملكي فكونفيرماسيون محمد مع الجيش تابع سي كونفيرمي بيان سور كونفيرماسيون انه انتصر بجوج صفر واش كانت صدفه ولا كان عمال ولا هذا وغيواجه واحد الفريق اللي حد الساعه منير كيلعب كيدير مباريات مزيانه ومفيكسي في المركز الثالث اه كيدير وغيبحث كي قلت لك ذاك النهار فريق الجيش الملكي منير فريق كيقلب عليه قرب زيت لو بوديوم وفريق منير كيامن المكانه ديالو في القسم الوطني الاول. وشباب محمد راه مشات من راه شنو؟ راه كان في ال 15 قلت لك انا دابا كل ما الانتصار ديال الاسبوع قلت لك انا شوف هذا هو الفرق ما بين هاد جوج ديال المباراه هاد المباراه هذه غير واحد تيزيد يبحث على النقاط باش يزيد يدعم راسو في البوديوم وفريق باغي يفلت ماشي باغي يفلت اكثر من باغي يفلت امون باغي يهرب حيت محمد قد ما انتصر في هذه المباريات ووصل لهذاك الشيء اللي بغى من النقاط يبالك تغير اخر في سميتو مجريات المباريات ديال المحمديه. ثم اخر مباراه في الامسيه ديال يوم الاحد 9:30 الفتح الرباطي مع اولمبيك اسفي. ايوا تقول لي الفتح وثاني مرتاحين نسولوا هذوك اللاعبين اللي كانوا مصابين واش شي وحدين براو ولكن واش غيكونوا واجدين الماتش ما نضمنش واش يقدروا يرجعوا ولا لا هذا الفتح في غياب هذه المجموعه ديال اللاعبين ديالها هي مطالبه بانتصار منير مطالبه بانتصار مع العلم غيواجهوا واحد الفريق مولي يجيد يعني اللاعب خارج الميدان اولمبيك اسفي فيما مشى الى درتي احصائيات هاد السنه هذه هاد الخاموني الاسفي جاب خطط كثيره من خارج الميدان هو الفريق اللي ما تقدرش تكهن بالنتائج ديالو لا ماشي هكاك الطريقه ديال اللاعب ديالو المجموعه ديالو فهمتي هذا هو اللي كاين غير هو ما نختلفوش انا وياك بان هذا الاسبوع مباريات صعيبه اللي كاينه صعيبه ولكن كاين فروق اللي غادي يا اما الغارقه منير كيف كنقولوا حنا ولا على الاقل شويه يبان لك الضوء تبدا تخرج شويه من الماء الغارق هو ذاك الماتش ديال سريع وتزمن يوسف يتبرش واه كاين الاخرين شكون اللي فيهم غادي يقدر كاين شكون اللي فيهم غيقدر يدفع كاين مباريات اخرى اللي حتى هي كتوضح بشكل كبير على انه النتائج راه ما غاديش في الاتجاه الصحيح بحال دابا اللي كنتكلموا على اتحاد طنجه نتكلموا على المغرب الفاسي حسنيه سكادير وهذا عدد كبير ديال الانديه المغربيه منير اللي ما كاينش هناك استقرار كيعطيونا جوج ماتشات وينعسوا لك عاوتاني كيعطوك عاوتاني هذا سي با سا ماشي هكا غادي نلعبوا حنا بالبطوله. ثم نهايه حلقه اليوم ونهايه اسبوع سعيده فخر الدين و نهايه اسبوع سعيده لكل الناس اللي كيستمعوا لينا تحيه لكم ان شاء الله على انه المباراتين بجوج لا ديال الرجاء ولا ديال الوداد ان شاء الله يكون خير وملي نجيو نهار الاثنين نهضروا على التاهل الله ان شاء الله, الله فينال الله. شكرا فخر الدين شكرا عبدو في اخراج حلقه اليوم شكرا اصحاب الظهر شكرا امين شكرا حسام وشكرا سيمو تحيه لكم بقوا اوفياء دائما لبرامج شدا اف ام الى اللقاء.